من محول الطريق السيارة بي حمادي. صباحك سعيدة وأهلا بك مجددا طارق، تفضل. نعم أهلا بك إحلام من جديد، وأهلا بكل من التحق بنا ساعة في هذا البث الحي والمباشر. نعم نتواجد الآن هنا بالنقطة الكيلومترية 743 كيلومتر بالضبط، بين في طريق السيار في شطره الرابط بين خميس الخشنة وبيرتوتا، وبالضبط في على مستوى مفتاح. نعم كما تشاهدون في هذه الصور المباشرة والحية لحظة توقيف الحركة، حركة النقل من جديد من أجل إعادة ربط الكابل عالي التوتر في هنا في هذه المنطقة. أو لتفاصيل أكثر يتواجد معي حمزة رئيس وحدة اللي وضعنا في الصورة حول العملية. نعم مرحبا بك حمزة. مرحبا، السلام عليكم. صح، لو تضعنا حمزة في العملية، كيف الآن تتم العملية؟ نحن نشاهد أن العمال يقومون الآن بربط الكابل عالي التوتر الآن في أعمدة الكهرباء. قمنا بنزع الأسلاك القديمة المرحلة الثانية، وهي ربط الأسلاك الجديدة ذات يعني السعة الأكثر من الأولى، و الحمد لله معنا جميع يعني من قوات الأمن ومن شركة جزائرية للطرقات السريعة، مسهلوا لنا الأمور، وحنا رانا نسيو يعني قدر الإمكان أن ما نأثروش على حركة السير، والحمد لله العملية راهي تمشي كما كان مخطط لها وكما يعني في اثناء النزع في قبل قليل اثناء نزع يعني السلك القديم تم توقيف الحركه لمده 5 دقائق، والان يتم توقيف الحركه. يعني الحمد لله يعني هذه ما حاجه جديده بالنسبه لنا ولا بالنسبه للجزائريه للطرقات، الاشغال دائما تكون، وخيرنا هذا الوقت بجمعه مع الصباح، ورانا كاع مجندين هنا لعدم يعني مالك باش ما يصراش اي طارئ ولا اي مشكل. الحمد لله العمليه راهي عاديه جدا، وحتى حركه السير خدمنا يعني بار انترميتونس، خدمنا بار فاز، وراهي تمشي وما كانش يعني ما شفنا باللي ما كانش اللي تاثر لحد الان. نعم بالنسبه للكابل القديم والكابل الجديد الذي تم يتم الان وضعه في الاعمده الكهربائيه، يعني سبب نعم لي تم استبدال الكابل القديم والكابل الجديد؟ هذا داخل في تهيئه الخطوط من طرف يعني هذا استيفستيسمون بروبر تاع شركه التوزيع، يعني هذا مشروع من تمويل شركه التوزيع في اعاده تهيئه كل الخطوط التي يعني قديمه ولا التي ممكن تشكل خطر، ممكن سعتها قليله، والحمد لله قمنا يعني بكل الاجراءات مع السلطات المحلية والولائية، وهذه تصب إن شاء الله في تحسين يعني التموين بالكهرباء لمختلف مناطق ودائرة مفتاح، يعني من وحتى يعني من جهة ليزاندستريال يعني الزبائن الصناعيين ولا الفلاحة. رانا في منطقة فلاحية وين الناس تحتاج الري، وين الكهرباء يعني ولات نعمة لا يمكن التفريط فيها. والعمليه الحمد لله لحد الان ما زال الحمد لله ما عدنا حتى طارئ، وما كان حتى يعني حتى العرقله ما عرقلناش الطريق لمده كبيره، ما مقبل الفاز الاولى ما با كلكو مينوت، ورانا في لا دوزيام فاز ان شاء الله ماشي راح تتجاوز ربع ساعه. يعني نشاهد في هذه الأثناء وفي هذه الصور المباشرة والحية مشاهدينا كما تشاهدون في هذه الصور يعني عمال الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز يقومون بإعادة ربط الكابل الكهربائي عالي التوتر. هم الآن يقومون بالإسراع من أجل ربط هذا الكابل، يعني في هذه يعني الأخطار اللي تقدر تكون تواجه العمال في هذه الأثناء. شركة كهرباء يعني شركة كهرباء تطبق معايير عالمية في السلامة والأمن، والحمد لله يعني ما سنوات ما صرات لناش مشاكل، وكي نطبقوا كما يعني باحترافية العمال تاعنا يعني ما نقدر نقولوا حتى مستحيل أنه يصرى مشكل، والحمد لله يعني ماناش ننتظروا أنه يصرى مشكل، ومعنا يعني السلطات المحلية من حماية مدنية من درك
من جزائريه للطرقات السريعه، وما ناش ننتظروا يعني ما ناش ننتظروا انه يصرى مشكل ان شاء الله. ان شاء الله يعني العمليه، هذه العمليه عمليه ربط الكابل، الكابل الجديد يعني عالي التوتر، يعني الوقت نتاعها كم يدوم؟ لا دوزيام فاز هذه ان شاء الله ماش راح نفوتوا ربع ساعه، هذه في حسابات نتاعنا ممكن اقل، وإلا تجاوزنا ان شاء الله ما نتجاوزوش بحاجه كبيره. شكرا، شكرا لك حمزه. اذا مشاهدينا الكرام كما تشاهدون في هذه الصور المباشره والحيه، عمال الشركه الجزائريه لنقل وتوزيع الكهرباء يعملون بجهد من اجل اعاده ربط الكابل، كابل التيار الكهربائي في اسرع وقت ممكن. عملية استبدال الكابل الجديد كانت بكون الأسلاك الكهربائية القديمة كانت مهترئة وضعيفة القطر، وبالتالي فهي كانت تشكل خطر على مستعملي الطريق، وكذلك بالنسبة للتموين عندما نتكلم عن التموين بالكهرباء لمختلف سكان دائرة مفتاح والمناطق المجاورة لها. فنعم أقول مختلف الطرق الأماكن المجاورة لها، فقد قامت شركة توزيع كهرباء بليدة بنزع الكابل عالي التوتر وإعادة وضع كابل آخر جديد في هذه الأثناء كما تشاهدون في هذه الصور المباشرة. عملية أو حركة طريق متوقفة لتجنب ربما وقوع حوادث لا قدر الله. العملية مبدئيا تستغرق من 10 دقائق إلى ربع ساعة، العملية تقارب على الانتهاء كما يبدو لي في هذه الصور المباشرة. عمال فوق الأعمدة الكهربائية يقومون الآن بعملية استبدال الكابل الجديد. نعم أحلام، كان كما شاهدتم هذه في هذه الصور المباشرة والحية لعملية إعادة الكابل الكهربائي عالي التوتر هنا بمنطقة مفتاح أحلام. عودة إليك أحلام. طارق دريدي كنت معنا على الم...